أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة. إن كان الشؤم، نعم، عفى الله عنك. إن كان الشؤم ففي ثلاث، نعم، عفى الله عنك. يقول: ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، نعم، في المرأة والدابة والمنزل. فهل تعرض الرجل لسرقة في بداية زواجه يعتبر من الشؤم؟ تعرض الرجل إيش؟ لسرقة في بداية زواجه. لا، ما يعتبر هذا من الشؤم، لكن إذا عرف عن هذه المرأة، إذا عرف عن هذه المرأة أن من تزوجها يموت، أو أن هذه الدار من سكنها يصاب، تكرر هذا، أو عرف أن هذه الدابة من اقتناها أو ركبها يحصل عليه إصابات، إذا عرف هذا عنها هذه تتجنب، يتجنبها الإنسان ولا يعرض نفسه للخطر. أما أنه يسرق أول مرة أو يحصل عليه شيء، أحد يسلم، كثير من الناس يحصل عليه مشي ولا يتشاءمون. نعم.